الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فنلتقي بإذن الله تعالى مع آداب وأحكام السحور والتي بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. والسحور هو الأكل في آخر الليل، وسمي بذلك لأنه يقع في السحر، وهو أمر مستحب. يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء، وما من خير إلا ودلنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي: والسحور مستحب، فإن لم يتسحر الصائم كأن نام ولم يستطع القيام قبل الفجر فصومه صحيح، لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصوم. لكن حينما نقف مع الآداب النبوية التي علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ما في السحور من بركة، وما في السحور من رحمة، فإن الله عز وجل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. لو لم يجمع المرء من وراء قيامه لسحوره إلا أن الله عز وجل يصلي عليه، وصلاة الله تعالى رحمة، وصلاة الملائكة استغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وإن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية صلاة الملائكة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية هذه الصلاة، فقال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري: الإجماع على ندبه واستحبابه، أي السحور، فهو أمر مندوب مستحب، فهو من الآداب المستحبة التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تناول السحور ورغب فيه حتى ولو كان شيئا يسيرا، حتى ولو كانت جرعات من ماء. المهم أن المسلم إذا قام في هذا الوقت جمع بين أمرين: الأمر الأول أنه يتقوى بهذا الطعام على يومه وصيامه، الأمر الثاني أنه يستعين بهذا الاستيقاظ لتناول هذا الغداء، لأن النبي فيما يأتي سماه غداء مباركا، يستعين باستيقاظه لهذا الغداء أو هذه الأكلة أو هذا الطعام الذي يتناوله على صلاة الفجر. وقلنا فيما مضى وبينا فضل صلاة الفجر، فلو نام أو تناول أكله ونام لضيع على نفسه بركة صلاة الفجر. إذن في سحورنا هذه اللقمة أو اللقيمات التي يتناولها العبد في هذا الوقت من السحر يتقوى على طاعة الله عز وجل، ويستعين بهذا الوقت وفي هذا الوقت على أداء فريضة من أحب الفرائض، قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله.
وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.